رجعنا لكم بس دلوقتي مع التحدي مع الفنان الكبير لؤي وخليل جمال. انا ماليش علاقه بالموضوع ده بس انا هبحط التاتش. ليه انت مش عملت فيها اتنين في واحد وبتاع وقال لك صولات وجولات صورتنا وجولاتنا هو اللي قال صولاتنا وجولاتنا. لا والله لا لا يا باشا طب الراجل نفذ اهو. انتوا بتنسوا ولا ايه؟ هو اللي قال اتنين في واحد يا ريس. دلوقتي هنبتدي اللعبه 3 2 1. وده اللي حاسس ان هو قلب ماتش بين كله. اه راجل هيصير هيصير. اتفضل يا باشا العب. اتفضل يا مساحل. طب اقول لك ايه؟ بس علي بقى كده هقول لك حاجه ذكيه. هقول لك انا حاجه ذكيه قبل ما تلعب. اديني سؤال وخش العب. طيب تصدق صح عشان يعني سواء حتى وانتوا بتلعبوا هتساله. اه لا عشان ما تركزش معايا. انا هعمل العكس بقى. لمار هي اللي قالت لؤي في الاغنيه. اوكي. وانت ربنا رزقك بعديها بسنتين تقريبا بآسر. بآسر اه. في دايما بنسمع ان الواحد مننا او الرجاله عامه الشرقيين بيبقوا عايزين ولد ومستنيين ولد. سيبك من الحته دي. كلمني عن العلاقه اللي بتربط قوي الاب بابنه. جاوب. اتفضل يا باشا. والله ايه يا عم السؤال ده. انا جاوب بس. ده انا هقعد افكر. العلاقه حلو. ده انا بس حاجه العلاقه. اه بص انا اولا يعني لما رشيده كانت حامل اصلا انا ما شفتش سونار. اوكي الله واضح ان هو مركز. ف اه لا ما تقلقش تعالى يا فندم. فما شفتش السونار لاني انا متوقع ولد. عارف انت اللي هو متوقع توقع في الليمار. اه توقع اه يعني ان شاء الله ربنا هيرزقني بولد. فا اوكي مش عايزينها خالص. مش مشكله هجيبها لك. انا هجيبها لا خالص. اتفضل. فرحت يا باشا. مش عايزينها بالظبط كده. بلعب كم كوره فرحت. مش كفايه ولا ايه؟ اقعد شويه. ايه ده فرحت جيبهاش الا لقيت مين؟ لقيت لي مار. الله. فقلت الحمد لله ما زعلتش خالص. تمام. قلت الحمد لله. تعالى بعد سنتين زي ما انت بتقول. راح فين؟ تعبت مره. انا كمان كمل في الفيلم. بعد سنتين زي ما انت بتقول ربنا رزقني بآسر. حلو. فطبعا عشان ما اثرش على نفسيه ليمار انا يعني سمعت الموضوع ده كتير. اه عشان ما اثرش على نفسيتها وبتاع لان هما كده اسمهم روسهم فوق روس بعض يعني. اه صح. كسام انت انت ثواني انت بتلعب يعني انت بتلعب اصلا على كور انا اللي موجود قدام لعبت هو انا مديله دور. انت معدي وجاي تلعب. انا مديله دور. انا مديله دور. اتفضل يا استاذ خليل. فالموضوع في حته ان انت يبقى عندك ولد دي انا لما جبت آسر الموضوع اتقلب عندي يعني. ربنا يرزقكم طبعا يا رب ان شاء الله. بس طبعا اللي مخلف الله عشان كده الحلوه دي خد يا باشا العب فاول هيفهمني اكتر. اتفضل يا فندم. اتفضل. انا ببص لآسر ما اعرفش انا انا يعني ما اعرفش غير اللي مار خالص. بيصعب عليا قوي قوي. ده ليه كده؟ ليه بقى؟ ترجمت ده في الاخر بعد ما انا ما فهمتش برضو انا ليه احساسي بيه كده. هي دي العلاقه. اعتبر ان دي العلاقه ان انت بتبص لحته حته منك ومن نفس جنسك كذكر. فاهم قصدي؟ وسبحان الله يا رب انت ما بتفهمش ايه العاطفه اللي جواك دي لدرجه ان انت بتبقى عايز فعلا تعيط ولا حد عمل لك حاجه ولا حد لبسك بس انت بتبقى عايز تعيط. حب زياده عاطفه زياده. هو الصغير ما تفهمش يعني. هو الصغير ولا هو السند؟ هو الصغير. ويقال يعني ان لما يكبر شويه هيبقى الولد سر ابوه يعني. ماشي. ده لا ده كلام على فكره. ده كلام ربنا مش تعالى ربي انا. اتفضل يا فندم. الله عليك. الله عليك يا عم. ده الله عليك. ده قوانين انا حكم هنا. اتفضل يا فندم. اتفضل. الله عليك يا ممدوح. على فكره في ايه ده؟ في ايه؟ اركن يا جدع خلينا ناخد فرصتك. خليك زي ما انت يا باشا. اتفضل اتفضل. الله ايه يا عم انت؟ لا 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 على فكره ممدوح باظت. على فكره ممدوح خليني بقول لك اكثر جبنا باظت الجيم. لا خالص لا خالص. طب اسالك سؤال ثاني قبل ما تبتدي الضرب. المهرجانات والاندر جراوند شويه كده. خلينا الله يبارك لك شويه كده عشان نعرف نلعب. انت شايف ايه بتسحب البساط من تحت المطربين الكبار او طريقها بيبوظ موضوع الطرب وبيبعد الناس عن الغنى اللي احنا بنسمعه او متعودين عليه ولا نوع جديد من الغنى؟ هو نوع جديد من الغنى. ما انا عارف. انت شايف ايه بتسحب البساط؟ هو مش غنى. امال ايه؟ مش غنى مزيكا يعني. حتى هم اللي بيعملوا اللي بيعملوا اصلا المهرجانات بيقول لك احنا مش مطربين. احنا بنقدم نوع مزيكا اكيد. احنا بنأدي حد حاسس بحاجه فبيقول. بس ولا في دراسه للموضوع ولا في
اسمها ايه كواليتي للموضوع. الكواليتي حتى هتلاقيه مش غني, فقير. طب وده يعني معلش, هو ممدوح قال لك ايه؟ قال لك حاجه كده, هو بيسحب البساط من الفنان ولا لا؟ صعب قوي بس الكلمه دي ما علقتش عليها, فانت رجعتنا تاني. اه ما علقتش عليها لان هي مش عجباني. ليه مش عجباني؟ طب عشان صعب ولا عشان هم عملوا كده؟ عشان صعب قوي, صعب قوي, والناس اللي بتفرق. بس والله بجد يعني ده فنه, ده فنه, ده اسلوبه, ده اسلوبه, كل واحد ليه شغله اللي هو بيشتغله يعني. بالظبط كده. لكن انت بتقعد ممكن في البيت تعمل الاغنيه بتاعت المهرجان. اها انا بساعدك على فكره. احنا اللي بنروح استوديو وانت حبيبي تعالى هنا يا باشا اتفضل. بالظبط كده. الله يبارك لك. الله يبارك. واحده بس حط الميدل. الله يبارك. انت ايه يا عم, انت قاعد بتشيل الكور اللي كده فيه؟ ثانيه واحده انا هقول لك كل حاجه. ايه ده ليه يكسب على حسابي يا بابا؟ خلي الراجل ينبسط. اتفضل يا فندم. اتفضل. عايزك بقى ايه؟ عايزه سوبر سوفليكس. طب انا عندي فكره حلوه اجيبها لك انا بالمره. نزله والنبي خليه العب. طب الكوره العب الكوره عشان التصوير بطيء. هيجي. يلا ركز بس شويه. الله الله الله. برافو. لا برافو والله العظيم. انا مش عارف اقول لك ايه. تعالى اتفضل يا بيه. تعالى اتفضل. احنا لازم اكسبك جايزه. هو جايزه النهارده هتاخد نص. اتفضل حط النص معانا. لا دي بتاع حبيبي. لا بقول لك ايه, ترم الضيف. خد يا عم بتاعتي من البيت. بتاعتي اهي. ماشي. كل واحد وعربياته. بس يقعد يوزع وانا اللي بشتري في الاخر. ماشي. المهم انت شرفتنا جدا وبجد اتبسطنا بالكلام معاك. اتبسطنا. انت بتجاوب على كل سؤال مش قلقان من حاجه. حبيبي بالحاجة مش اساس. وغير الاسئله اتبسطنا بجد ان انت قاعده فريندلي اصلا يعني. اكيد قاعده كده حبي جميله. مش بنحقق معاك ولا حاجه لحد الله. وفي الكواليس هو يعني لؤي حاجه ثانيه. لؤي فعلا جاي مع اخواته يعني مش مزعين خالص. فلا بجد ربنا العال. شكرا جدا جدا لحضورك. ده انا اللي شكرا ليكم. ربنا يوفقكم يا رب دايما. و ربنا يخليك والله بجد. احنا مبسوطين جدا ليك. واهو عشان ما حدش يبقى متضايق ان الاستاذ جاي معانا. ها وان شاء الله حلقه جديده برضو هنقعد مع بعض نتكلم ان شاء الله. بقى تمثيل و8 كمان فيلم ان شاء الله. لا علمت معاك الثمانية دي. عجبتني. في الاخر استنوا في حلقه جديده لما خلصت الكلام عشان اسمع مين فينا من اللؤي. ونشوفكم حلقه جايه ان شاء الله. سلام.